المرض ما يقتلش، والله ما يقتل، تفكير بالموت هو اللي يقتل، تفكير بالموت. قصة أشبه بالخيال، يعني تشوف بلي إنسان بطل بالرغم من التحديات اللي واجههم، بالرغم من المرض اللي راهو فيه، بصح ما شاء الله هو راهو يمد جرعة أمل لكل الناس المحيطين به. لازم تتحدى نفسك، علاش نقعد في الفراش والميديتي والبرد ويشوفوا فيا باللي مسكين، علاه ما نوتش؟ كنت نروح للمرضى نعطي لهم الكوراج كدا، نجري عليهم كدا، ظلمت علي الدنيا، بديت نخمم المرحلة ما بعد الموت تاعي. نوض على رجليك، ما تقدرش اليوم لحقت للكوزينة، غدوة تلحق للصالون، غدوة تلحق للصالون، نجري مور الخدمة، أنا كي ندخل الخدمة واش كاش بريكول كاش خدمة كاش قدا. دوك راني رئيس فرقة تدخل سريع للبحث والإنقاذ في الهلال الأحمر الجزائري. ضحكة تاع الأم، هذه النظرة اللي تشوف فيك فيها، هذيك ديجا هذيك خير من سات سيونس تاع لاشينيو. تغلبتوا على السرطان هو عنوان حلقتنا لنهار اليوم، ابقوا معنا.